السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. إلى العناوين: رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يجدد تضامن الجزائر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد أن السلام العادل لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني. ارتفاع عدد الشهداء إلى أزيد من 500 شهيد، والتلفزيون الجزائري يرصد آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة. فقصف الاحتلال الإسرائيلي براً جواً وبحراً يدل على مدى عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ونيته في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ومعركة طوفان الأقصى تتواصل في عمق الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الجمهورية يهنئ الرياضية النجمة كيليان مور إثر احرازها المرتبة الثانية في بطولة العالم للجمباز ببلجيكا. ترحل أزيد من 1300 عائلة إلى مساكن لائقة بالقطب الحضري الجديد بوادي تليلات بوهران. وبلدية تيمياوين الحدودية تستفيد من توسعة المدارس الابتدائية وتجهيزها الكامل قبل تسليمها. وفي اليوم العالمي للبريد نقف في النشرة عند عملية إنتاج وإصدار البطاقة البريدية الذهبية أزيد من 12 مليون متعامل، ونموذج رائد في الخدمة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة. والسنة الجامعية الثقافية تفتتح على ضوء مكاسب هامة ترسي قواعد اقتصاد ثقافي متين. ونتابع في النشر: المعهد الوطني العالي للموسيقى صقل للمواهب ومحافظة على الموروث الثقافي. أهلا بكم. بداية، تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس دولة فلسطين المحتلة السيد محمود عباس، أطلعه فيها على التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. وجدد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تضامن الجزائر الكامل حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددا على أن هذه التطورات تذكر الجميع بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ومن جانبه، وجه الرئيس الفلسطيني بالغ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة. بجسارة أصحاب الحق انتفضوا، وبعقيدة المؤمن بشرعية قضيته أثبتوا للعالم أن موازين القوى يمكنها أن تتغير وأن المحتل بقوانين الإنسانية كافر. فكتبوا بدم الثائر فصلا جديدا، منهاجه أن الشعوب المقاومة ستنتصر ولو بعد حين، وأن لا آلة الحرب الصهيونية ولا زيف الادعاءات ولا التحالفات الجائرة بإمكانها إيقاف طوفان الأقصى. لليوم الثالث على التوالي يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه الهمجي العشوائي على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفا المدنيين العزل دون استثناء، الأبرياء من الأطفال والنساء.
وفي حين توسعت رقعة المواجهات والقصف إلى مناطق مختلفة بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الشهداء إلى أزيد من 570 شهيدا، خلفت معركة طوفان الأقصى داخل مستوطنات غلاف غزة 800 قتيل إسرائيلي. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام بوزيت. حمم الصواريخ الإسرائيلية لم تتوقف عن استهداف غزة في ثالث أيام العدوان. أحياء بأكملها دمرت على من فيها من سكان، وأعداد الشهداء والجرحى في تزايد مستمر. والغارات الإسرائيلية لم تستثني جامعا أو بيتا أو مدرسة، ولكن معركة طوفان الأقصى ما زالت مستمرة باستهداف المقاومة الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية. دمار كبير مش طبيعي، يعني زلزال في المنطقة، واستشهدوا جيراننا وبنت تصابت وزوجته تصابت وأولادنا تدمروا ومرت عمي تصابت وعم تصاب، وكانت الأمور يعني شبه 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 تسونامي. المستشفيات الفلسطينية لم تعد تقوى على استقبال الجرحى، وتحاول عبر جهات دولية إدخال بعض الإسعافات الأولية لإنقاذ المصابين في وقت أصبحت فيه الطواقم الطبية هدفاً لصواريخ الاحتلال. وفجأة يعني إحنا بدون ما ناخذ أي شيء من البيت خرجنا كما ملابسنا ملابس النوم وهرعنا إلى الشوارع، وبعدها بدقائق معدودة تم استهداف المبنى. وكما ترى يعني الدمار كبير واسع، شقق أصبحت غير صالحة للسكن. ومع لحظات القصف العشوائي الإسرائيلي لم يعد للسكان سوى النزوح هربا من لهيب صواريخ الاحتلال شيوخا وأطفالا ونساء، ولم يعد لهم مأوى سوى مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في وقت انقطعت فيه الكهرباء والماء عن معظم محافظات غزة. طلعنا من البيوت كنا نتدقم في الناس الأموات والأحياء اللي هو الجرحى، فهذا السبب اللي احنا كان معانا يعني ناس مسنين، في معانا أطفال، في معانا نساء، وطلعنا نزلنا مش عارفين تاهين وين بدنا نروح. احنا ساكنين على الخط الشرقي أصلا بنحي العوز، طلعنا نزلنا على جندي المجهول مش عارفين وين بدنا نروح تاهين. عودنا استقرينا لما الوضع صعب، يعني كتير الوضع صعب. فقصف الاحتلال الإسرائيلي برا جوا وبحرا يدل على مدى عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ونيته في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وعن جهية محتل طاغ جائر جبان يدعي القوة من خطابات الدول أمام قضية فلسطينية عادلة تستمد قوتها من عقيدة أصحاب الحق والأرض. ملك سحقي. أخلطت عملية طوفان الأقصى حسابات وأوراق الاحتلال، وقرعت كتائب القسام طبول الانتفاضة، ونقطة مسافة 1000 ميل بدأت. دقائق قليلة كانت كافية لهز ركائز كيان جبان كثيرا ما تباهى بقوة لا تقهر، وفي لحظات فقط دوى صوت الرصاص فوق رؤوس المستوطنين الإسرائيليين في عقر الديار. أعلنت الحرب ودخلت قوات الاحتلال في حالة ذهول، ففعلت خلايا الأزمة وحالة التأهب والطوارئ، ودوت صفارات الإنذار في كل مكان وفي كل شبر من الأراضي الفلسطينية المحسوبة للكيان المغتصب. قصف وتشريد وهمجية في التدمير أسقطت شهداء وجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحركت دواليب القوى في أروقة المنظمات العالمية، وتوالت مواقف المجتمع الدولي بما لا يدع مجالا للشك في تأييد شبكات الكيان وأياديه الطويلة التي تمتد حتى إلى تغيير حكومات وإسقاط أخرى. فها هو الدعم من طائرات حربية وعتاد عسكري ومواقف سياسية تزيد من ظلمات السنين الطويلة على الشعب الفلسطيني. شعب فهم اليوم بأن قوانين المجتمع الدولي والصمت المطبق لسنوات سمحت وباعت القضية العادلة حتى منذ بدايتها، وأن الحرية لا وطن لها ولا تنتظر أحدا، بل تؤخذ حتى من عرائن الأسود. ولمتابعة مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية يلتحق بنا من غزة مراسلنا وسام أبو زيد للحديث عن آخر التطورات والوضع الإنساني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
نعم، الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة بشكل كبير وعنيف جدا على مدينة غزة، خاصة في حي الرمال الذي أخلي، حي كبير تتواجد فيه الكثير من المقرات الأمنية والجامعات والمدارس والسكان والأبراج، كلها أخليت ونزح الفلسطينيون إلى أماكن أخرى، يعني قصف في أماكن، يعني عدة صواريخ في نفس المكان، ومن ثم يتم الانتقال إلى مكان آخر. هناك حالة من الفزع لدى الشعب الفلسطيني نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة والمتتالية. طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصفت في كثير من المناطق الشرقية وبيت حانون منذ الصباح. هناك عدة مجازر ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. اليوم نتحدث عن أكثر من 370 شهيدا فلسطينيا ونحو 3000 جريح، وأكثر من 3000 جريح فلسطيني. اليوم نتحدث عن إغلاق كامل لكافة المعابر الفلسطينية، حتى معبر رفح الحدود قد طاله القصف الإسرائيلي، ومعبر كرم أبو سالم كما تعلمون هو على الشريط الحدودي، يعني في خضم المعركة، ومعبر بيت حانون الذي يربط غزة بالضفة الغربية هو مغلق أيضا وهو على الحدود وهو في خضم المعركة أيضا. إضافة إلى ذلك أن انقطاع الكهرباء وانقطاع المياه وشبكة الإنترنت، اليوم مقر وزارة الاتصال الفلسطينية، الاتصالات الفلسطينية قد قصف بغارات إسرائيلية متكررة. عدد كبير من الجوامع الفلسطينية قد استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، يحاول هنا بهذه الغارات وتكثيف الغارات على المواطنين الفلسطينيين الضغط على المقاومة الفلسطينية التي ما زالت حتى هذه الساعة تشتبك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر البر بتسلل ووصول بعض عناصر المقاومة إلى الشريط الحدودي واجتياز الحدود والدخول إلى كيبوتسات الاحتلال الإسرائيلي ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إطلاقها رشقات صاروخية عدة نحو مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في منطقة ومستوطنات إزديروت القريبة من الحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة. على أي حال، حتى هذه الساعة يسمع دوي انفجارات بعدد من المناطق الفلسطينية. ربما لا نستطيع أن نحصي الأماكن التي تم تدميرها، لا نتكلم عن منزل أو منزلين، غارة أو غارتين، نتكلم على كم من حي، كل حي يتكون من عشرات البنايات السكنية قد تضررت بفعل الغارات الإسرائيلية بدون سابق إنذار. هناك الكثير من التحذيرات حتى من المقاومة الفلسطينية، حذرت الاحتلال الإسرائيلي أنه إذا ما قام بقصف المنازل الفلسطينية دون سابق إنذار سيكون له تصرفات أخرى، وسيكون له يعني هناك كثير من التهديدات التي أطلقها، يعني إعدام رهائن أو شيء محاولة منها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان الشرس والعنيف على الشعب الفلسطيني منذ صباح يوم السبت حتى اليوم. نتمنى لك السلامة زميل وسام أبو زيد وإلى كل الشعب الفلسطيني. وفي خضم هذه الأحداث المتسارعة، تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بالانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، وفي حين عقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للعنف وسفك دماء الأبرياء بغزة. تقرير سميرة طاهر. هذه المشاهد المروعة في غزة خلفت غضباً واستنكاراً واسعين. ردود فعل أتت من كل مكان تدين قتل المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، ودعوات متكررة لوقف تصعيد صهيوني غير مبرر وغير مقبول. جرائم الحرب التي يرتكبها بنو صهيون دانتها مجددا الخارجية الفلسطينية، خاصة بعد القصف الذي تعرضت له مدرسة تابعة للأونروا تؤوي الفارين من نار الطيران الحربي الصهيوني. ودانت الهجوم على غزة دول كروسيا وجيبوتي وفنزويلا وماليزيا وسلطنة بروناي، وكلها أقرت أن الاحتلال يمارس أبشع أصناف العدوان بحق الشعب الفلسطيني الذي يدافع فقط عن أرضه ومقدساته.
ومع التواصل هذا العدوان الوحشي الذي أوقع شهداء وجرحى ودمارا واسعا، جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية. فهل يستفيق ضمير الإنسانية والمجتمع الدولي لأجل وقف سفك دماء الأبرياء بغزة الصامدة رغم الجراح؟ وهذا الآن نقل مباشر لغارة جوية إسرائيلية على مبان في غزة. ويبقى التلفزيون الجزائري طبعا يرصد دائما ما يحدث في غزة من مستجدات. هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عبر حسابه الشخصي النجمة كيليان مور إثر فوزها بالمرتبة الثانية في بطولة العالم للجمباز التي جرت بمدينة أنفرس البلجيكية، حيث جاء في الحساب الشخصي للسيد الرئيس: تحية وتقدير كبيران للنجمة كيليان مور على إحرازها المرتبة الثانية في بطولة العالم للجمباز، وأتمنى لك مزيدا من التميز والتفوق. ألف مبروك لك وللجزائر. الجمبازية الجزائرية كيليان مور ذات 16 رابعا توجت بالميدالية الفضية على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات لبطولة العالم للجمباز التي جرت بمدينة أنفرس البلجيكية، لتكون أول رياضية عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز التاريخي. لبنى بوريس. رياضية عربية وإفريقية تحقق ميدالية عالمية في بطولة العالم للجمباز. الجزائرية كيليان مور تدخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد تألقها اللافت في البطولة الجارية ببلجيكا. النجمة الجزائرية الشابة استطاعت نيل علامة 15.33 محتلة بذلك المركز الثاني خلف بطلتها العالم الصينية كيو كيوان، لتتمكن بعدها من قطع تأشيرة التأهل إلى الأولمبياد. نمور كانت قد أحرزت المركز الثامن خلال نهائي الفرد العام بعد تحقيقها علامة 53.966 كإنجاز غير مسبوق للرياضة العربية والإفريقية، لتؤكد بذلك مستواها العالي وتطورها الكبير في الفترة الأخيرة. الشابة الجزائرية كيليا تعد مكسبا ثمينا للرياضة الجزائرية بشكل عام ورياضة الجمباز بشكل خاص، على أمل حصد الميدالية الأولمبية في باريس الصيف المقبل. في النشاط البرلماني، يعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن غدا بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة تخصص للتقديم والمناقشة على أن يرد الوزير الأول على انشغالة النواب يوم الاثنين المقبل. أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم أنه عبر رسالة رسمية أبلغت السلطات النيجيرية الحكومة الجزائرية يوم الأربعاء 27 سبتمبر المنصرم بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها النيجر. وفور تلقي هذه الرسالة كلف السيد رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف الشروع مع السلطات النيجيرية في مشاورات تحضيرية للوساطة الجزائرية. ومنذ هذا التاريخ، يضيف البيان، قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مباشرة مع محاوره النيجيري وكذا سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الشؤون الخارجية النيجيرية بإجراء اتصالات حول برنامج ومحتوى هذه الزيارة، غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن هذين الموضوعين. وفي السياق ذاته، أثارت التصريحات الرسمية والعلنية الصادرة عن السلطات النيجيرية
تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية يؤكد البيان. وبناء على ذلك قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية. ضمن مساعي القضاء على الأحياء القصدرية وإعادة إسكان المستفيدين في أقطاب سكنية جديدة، تتواصل عملية توزيع الوحدات السكنية عبر الوطن، حيث تم اليوم بولاية وهران ترحيل أزيد من 2300 عائلة إلى مساكن لائقة بالقطب السكني الجديد بوادي تليلات مجهزة بكل المرافق الضرورية، يقول مسن حامية. أكثر من 1300 عائلة استفادت من أكبر عملية ترحيل مست أقدم حي فوضوي برأس العين بولاية وهران، عائلات تم إعادة إسكانها في سكنات لائقة بالقطب العمراني الجديد بوادي تليلات شرقي الولاية، ضمن مساعي الدولة للقضاء على السكن الهش والبنايات الآيلة للسقوط. راني زاهية وكنا في رأس العين وريحنا والحمد لله يا ربي، وراني زاهية بليستع الحمد لله سيستعنا إن شاء الله، ما شاء الله الغاز الماء الضوء ما شاء الله كل شيء كان الحمد لله الله يحفظهم. كنا في معاناة، ما عدناش الطريق، ما عدناش الماء، كنا مغبونين في النوم، طيح علينا الشتاء وربي فرج علينا والحمد لله يا ربي عطونا وسعوا علينا عطونا سكينة الحمد لله مع وليداتي. مشي نهار ولا يومين، ثلاث سنين راهي زعما جبدة والحمد لله ربي كرمنا وكرم إن شاء الله ربي يفرحك أخوتنا إن شاء الله. حصة سكنية أنهت معاناة عديد العائلات بدخولها لهذه المساكن الجديدة التي توفرت على كل المرافق اللازمة للمواطن. هذا الحي هذا يعني كان السكان يعانون لسنوات وسنوات من نقص كل الإمكانيات، اليوم الحمد لله يعني السلطات العمومية يعني قامت بالعملية نتاع ترحيل هذا الحي هذا وابتلاكه لكل يعني ضروريات الحياة. اليوم تم استرجاع كذلك من ناحية العقار، تم استرجاع تقريبا 30 هكتار على مستوى رأس العين في هذه العملية الأولى، ونحن نعمل مع مكتب دراسات كذلك من أجل إعادة الاعتبار والتهيئة نتاع المنطقة هذه. من المنتظر الشروع في عملية ترحيل ثانية مستقبلا بعد إحصاء المستفيدين للقضاء نهائيا على السكن الهش بالولاية. كما استفادت التجزئات العقارية الاجتماعية الموزعة بولاية المغير من الربط بمختلف الشبكات الحيوية. مصطفى هتات. التجزئات العقارية الاجتماعية بولاية المغير صيغة يفضلها العديد من المستفيدين لما تتيحه من إنجاز السكن كما يريده صاحبه، لكن استغلال السكنات يبقى مرهونا بربطه بمختلف الشبكات كحال هذا التجمع السكني بحي الرمال، فبعد ربطه بشبكات التطهير والمياه يبقى أصحابه في انتظار الربط بالكهرباء والغاز. الحمد لله التصرف الصحي راه خلاص تم، وشبكة المياه راه تم إن شاء الله، ماذا بينا احنا يسبقوا لنا الكهرباء، مشكلنا راه في الكهرباء، راه الناس راهي في نيادرة مش قادرة تسكن. الكهرباء ولا الربط الصحي ولا المياه حاجة ضرورية لازم منها، كون ما تكونش هذه تسمى واش وين يسكن. تحصل تجمعية عندنا الناس راهي باغي تسكن، ما كاملين ديارهم كاملين، أنا واحد من الناس داري كاملة. وعندنا كان ناس راه مدارها الفيونس مدارها كلش جاهزه قادر غادي يجي تيلي كهرباء اليوم غدو يسكن. وتعمل السلطات المحليه على تجهيز التجزئات العقاريه الجديده بحي الامل وبلديه تندلا بمختلف الشبكات مرافقه للمستفيدين في اشغال الانجاز. الاشغال الخاصه بالتجزئات العقاريه نحن بصدد الانطلاق فيها، وخاصه فتح الطرقات، ايضا شبكات المياه الصالحه للشرب، شبكات التطهير، ومن بعد ندخلوا في مرحله ثانيه وهي تزويدها بالطاقه الكهربائيه والغاز. ويعرف برنامج السكن العمومي الايجاري بدائره الجامعه تاخرا في وتيره الانجاز، ما تطلب اجراءات جديده وتدخلا لاستكمال البرامج المعطله. فيه تأخر في قطاع السكن، نسبة الإنجاز لا تتعدى 30% باعتبار أن هذه المقاولات المقدر عددها بثلاث مقاولات تعرف تأخر ملحوظ رغم الإعذارات التي قدمت لها لاتخاذ لفسخ الصفقات وإعادة الإعلان على المناقصة لبور كونفي لي بروجي، المؤسسات تكون قادرة على الإنجاز وبالنوعية المطلوبة.
إجراءات من شأنها تدارك التأخر المسجل في البرامج السكنية لتوزيعها على مستحقها. وبالولاية الحدودية برج بج مختار استفادت المدارس الابتدائية بتيمياوين من مشاريع التوسعة والتجهيز لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ. محمد تلمادات. مجهزة بكامل معدات التدريس والتمدرس ومستلزمات التدفئة والتبريد، ستسلم هذه الأقسام الجديدة جاهزة لتدعيم طاقة الاستيعاب بالابتدائيات القديمة ببلدية تيمياوين الحدودية. من ناحية تهين التربية ما شاء الله، أنا الابتدائيات الخمسة اللي عندنا على مستوى البلدية جراون توسعة نتاعت الأقسام في كل مؤسسة تقريبا سنة أقسام محكرادت. شجعت لي أظن ونفلوجش حتى سجل بنتي رياض النسر، وإن شاء الله ده نتعاون البلدية الأقسام. مكسب هام من شأنه ترقية التحصيل الدراسي والحد من التسرب المدرسي، القضاء على هذا الاكتظاظ الذي تشهده مدارسنا بزيادة أقسام التوسعة على مستوى مؤسساتنا التربوية. في كل مدرسة سجلنا توسعة عدة أقسام في برنامج نتاع 2023، وعندنا في البرنامج نتاع صندوق التضامن والضمان الاجتماعية سجلت ابتدائيتين ومتوسطة على مستوى البلدية، ونحن نتمنى من الدولة تسجل لنا سنوية على مستوى بلدية تيمياوين، لأن بلدية تيمياوين تعتبر هي آخر بلدية على قطر الجزائر. اهتمام كبير بمرافقة التلاميذ خلال مشوارهم الدراسي على ضوء أنهم سواعد بناء وشعاع معرفة، مهمتهم ترقية ولايتهم الفتية إلى مصافي كبريات المدن مستقبلا. تمشيا مع المقاربة الجديدة في توسيع استعمالات الأنظمة الرقمية، بريد الجزائر يحقق أرقاما قياسية في استصدار البطاقة الذهبية ل 12 مليون متعامل، خدمة أحدثت الفارق أيضا لدى الطلبة الجامعيين الجدد. المتابعة لحنان برايو. البطاقة الذهبية، هذه الخدمة الإلكترونية النوعية في بريد الجزائر والمطابقة لمعيار الأمان الدولي، خدمة تتيح لمستعمليها إجراء مختلف العمليات الخاصة بالخدمات المالية البريدية والبنكية. جودة واستمرارية الخدمة جعلت عدد مستعمليها يتضاعف بنسبة 100%، نتيجة تحكم مهندسين وتقنيين جزائريين في صنعها محلياً استجابة للطلب المتزايد عليها. سجلنا في سنة 2023 إلى غاية سبتمبر 2023 تجاوز عدد البطاقات 12 مليون بطاقة ذهبية، مقارنة يعني بسنة 2020 أين كان عددها لا يتجاوز 6 مليون بطاقة ذهبية. عدد زبائن بريد الجزائر الآن يتجاوز يعني 27 مليون زبون، هذا أدى إلى الارتفاع يعني في عدد الطلبات، ومؤسسة الجزائر لبت هذه الطلبات. اليوم نفتخر أنه الحاجة الأولى هي مواد أولية محلية وبأيادي محلية وتصنيع محلي 100%. بطاقة هي بطاقة سحب في الموزعات الآلية، وفي نفس الوقت عملية عبر الانترنت شراء ودفع الفواتير. نقوم بصنع وتشخيص بطاقات ل 58 ولاية في الجزائر، نقوم بصنع البطاقات الذهبية في هذا المركز بحوالي سعة 30 ألف بطاقة في اليوم، ويتم كذلك تشخيص 30 ألف بطاقة في اليوم. داخل هذه القاعة يتم التحكم في كل شبكات الخدمات البريدية من مكاتب وموزعات منتشرة عبر ربوع الجزائر. فريق من التقنيين يحرص على مراقبة كل المواقع وحسن سيرها مع التدخل لإصلاح أي عطب محتمل. نسخة مراقبة الشبكات الآن الآني أن يتم رصد جميع الأعطاب والتدخل السريع لتسويتها في ظرف وجيز، كذلك منصة مراقبة الموزعات الآلية لضمان استمرارية الخدمة وتسهيل مختلف العمليات النقدية. فعالية خدمة البطاقة الذهبية جسدت الرؤية الجديدة لرقمنة الجامعة الجزائرية، بطاقة يستعملها 2,300,000 طالب. والتجارة البحرية
كأول مرة استعملنا البطاقة الذهبية، أول مرة في التسجيلات الجامعية هي كانت تسجيلات بسيطة. في الجانب الأكاديمي، الجانب العلمي، نقصت على الطالب الكثير من الإجراءات. مثال، نستطيع أن نقوم بشحن رصيد، بشحن رصيد الهاتف. الوزارة سهلت علينا بزاف، خاصة أنه أغلب الطلبة اللي يسكنوا أور ولاية واللي يسكنوا بعاد سهلت عليهم عناء تنقل، يعني ما تنقلنا ما معينا، كان تسجيل إلكتروني عن طريق البطاقة الذهبية. هذه السنة كانت سنة رقمية بامتياز، خاصة ميزة التسجيلات سواء النهائية أو حتى في دفع حقوق الإيواء، كل هذا تم عبر منصتها الإلكترونية. حقوق التسجيل أو حقوق الاستفادة من الإيواء تمت طريقة الدفع باستعمال البطاقة الذهبية، وبلغت عدد المعاملات باستعمال البطاقة الذهبية أكثر من 2,300,000 عملية قام بها الطلبة. رؤية طموحة ببنية تحتية هامة تضع على رأس أولوياتها تحسين الخدمات للمواطنين واستعمال التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتعميمها في كل ربوع الوطن تحقيقا لتنمية شاملة. والتنمية الشاملة ترافقها سياسة تشغيل محكمة كسب رهانها قطاع البريد، وفيها تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بدور محوري في توجيه ومرافقة طالبي العمل وفقا للعروض الواردة من المؤسسات المستخدمة. مريم بن عبد الرحمن. الوكالة الوطنية للتشغيل جهاز يتكفل بالشباب البطال من خلال متابعة ملفات طلب التوظيف ومرافقتهم بالتوجيه للحصول على منصب عمل يتلائم مع تخصصاتهم ومتطلبات سوق الشغل. على المستوى الوطني سجلنا إلى غاية 30 سبتمبر 2023 حوالي 2,173,000 طالب عمل مسجل على مستوى الملاحق المحلية على المستوى الوطني. سجلنا كذلك 333,992 عرض عمل، وقمنا بتنصيب حوالي 75% من العروض المسجلة، أي 232,579 عرض عمل، عن طريق توجيه 779,934 طالب عمل في هذه العروض. وتسعى الوكالة إلى عصرنة هياكلها وتطوير نظام الإعلام الآلي وخدمات التسجيل الرقمي. وسيط أونلاين ليتمثل فيه التوفير فضاء 100% أونلاين سواء لطالب العمل، يمكن له أنه ينشأ من خلاله حساب يعني 100% أونلاين، كما أرباب العمل أيضا يمكن لهم أنهم يقوموا بإدراج عروض العمل، ومن خلال يعني معلومات اللي يقدمها لنا طالب العمل والمعلومات اللي يقدمها لنا يعني أرباب العمل راح يصير واحد الماتشينج يسمح أنه نوفق بين طالب العمل و يعني العرض العمل اللي قدمه لنا أرباب العمل. وفي انتظار إيجاد منصب شغل للشباب الراغب في التوظيف، استحدثت منحة مخصصة للشباب البطال يستفيدون منها شهريا. خصصت لنا قطاع التكوين أكثر من 88,000 منصب بيداغوجي للمستفيدين من حتى البطالة، وحاولوا نوجههم للتكوين التأهيلي. في نفس السياق مستفيدين من حتى البطالة الذين قمنا بتنصيبهم على المستوى الوطني، يعد حوالي نسبتهم 10% من مجموع التنصيبات المحققة إلى غاية 30 سبتمبر 2023. هي استراتيجية ونظرة شاملة، دعم، مرافقة والتوجيه، والأساس ضمان مستقبل مزهر للشباب للمساهمة في رقي وطنهم. وتماشيا مع متطلبات سوق الشغل، تستحدث المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني عبر الوطن تخصصات جديدة ضمن مقاربة تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين نسبة الإدماج المهني. والعينة في نشاط اليوم من العاصمة وتخصص السيارات. من العجل، هؤلاء الشباب اختاروا التكوين في شعبة صيانة المركبات بمختلف أنواعها، شعبة تمتاز بأهمية بالغة توفر اليد العاملة المؤهلة في مجال صيانة السيارات وخدمات ما بعد البيع. انا في ورشة صيانة السيارات، هنا رانا نتعلموا ابري تو سكي دون الورشة، تو سكي دون لي ماشين دو ميكانيك الكترونيك. مديناش الباك، جينا جوزنا هنايا كونكور، ربحنا فيه الحمد لله، وبدينا نقراو هنايا.
بدينا نكتشفوا باللي ميكاترونيك هذه فيها ميكانيك تريسيتي انفورماتيك دياغنوستيك سكانر يعني تشمل الطوموبيل واش كاين في الطوموبيل تعلمناها يعني. فتحت لنا باب باش تكون عندنا مهنه تكون عندنا علم في حياتنا باش ننفق رواحنا به وننفق الناس به. ولتطوير فروع التكوين في مجال صيانة السيارات اتفاقيات شراكة تم إبرامها بين قطاع التكوين المهني ومؤسسات اقتصادية من أجل تحسين نسبة الإدماج المهني والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الدولة لتطوير صناعة السيارات. إقبال كبير فيما يخص المتربصين محبة لهذه الاختصاص اللي شافوا فيه مستقبل يعني في عمل الشغل فيه يعني احنا نشوف انا داخلين لسوق السيارات يعني اقتصاد سوق السيارات يعني اللي راه فيه طالب كثير على هذا الاختصاص. عامين وحنا نخدموا في لجان تاع شراكه ما بيننا وبين القطاع الاقتصادي في 13 شعبه مهنيه تحصلنا باش نقترح 180 تخصص تاهيلي جديد خارج مدونه قطاع التكوين المهني بالنسبه للجزائر العاصمه فضلا على 20 تخصص متوج بشهاده الدوله. مثل هذه التخصصات تسهم دون شك في بناء قاعده صناعيه متينه تكون القاطرة الأساسية لإقلاع اقتصادي. استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بمقر الوزارة وزير التضامن والتنمية الاجتماعية لدولة فلسطين أحمد مجدلاني، حيث تباحث الطرفان مستجدات وتطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وفي ملف التعاون الجزائري الشيلي استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب نائب كاتب الدولة لوزارة العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي غلوريا دي لا فوينتي. اللقاء كان سانحة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الطاقوي والمنجمي. وفي سياق الحرص على ترقية التكوين الفني والمساهمة في إطراء وترقية المشهد الثقافي، افتتح اليوم الموسم الجامعي للمدارس والمعاهد الفنية العليا بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالعاصمة. روزار الناي والمزيد. أن تكون الحياة المهنية امتداداً للموهبة الفطرية، نهج يباشره اليوم طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة. أمنية جميع طلبة في هذه المدرسة هي بمجرد التخرج والحصول على شهادة التخرج تحقيق مشاريع شخصية ومشاريع تعود عليهم بالفائدة أولا وبالمدرسة ثانيا والرقي بالفن الجزائري. حقيقة يعني مدلنا نسبوا هكذا سوتو كي هضرنا تانيك على لي ستارت اب في الجامعة توسا شغل سوتو كي يكون طالب عنده ان بوت حب يديرو مور ما يتخرج. ابخي الدبلوم مادابيا نخدم اون كومباني دي زونفون اي سورتو دون لو دومين ارتستيك كوم لا بي دي بون ديسيني ولا لي ديسانيمي اللي كنا نتفرجهم كي كنا صغار. ينبغي ان يكون التكوين الجامعي في خدمة ما تتطلبه الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. الارتقاء بالفن بالجزائر يأتي بالاهتمام ببرامج التكوين ومرافقة الشباب المتخرج. كانت مناسبة أيضا لحث الأساتذة وكل الأسرة البيداغوجية على المضي قدما في الإصلاحات التي كانت قد بشرت بها الوزارة منذ سنة تقريبا فيما يخص تحسين البرامج وموائمتها مع المعايير الدولية. كانت كذلك مناسبة لنا لحث هؤلاء الطلبة لاستحداث مؤسساتهم الناشئة من أجل تطوير الصناعة السينماتوغرافية. تكوين الفنانين رهان تسعى الجزائر لكسبه بدعم المواهب وتطويرها عبر المعاهد الفنية المتخصصة. والمعهد الوطني العالي للموسيقى يضمن تكوينا نوعيا لطلبة هذه الشعبة، فضاء يسقل المواهب ويحافظ على الموروث الثقافي. حنان بريو. بمحاذاة ساحة الأحصنة في ساحة الشهداء بالعاصمة الجزائر ينتصب المعهد الوطني العالي للموسيقى. خلف هذه الجدران رموز الصلفاج الحبرية تنطق لغة فنية إنسانية راقية
لحنها نابع من إبداع روح طلبة جزائريين يحاورون أرقى المؤلفات الموسيقية العالمية. العزف على آلة العود هو كان يعني حلم منذ دخول المعهد العالي للموسيقى، حيث وجدنا أساتذة نعمل الأساتذة حيث أعطونا دروس وفرصة لتعلم آلة العود. نحن موفرين لنا كل الظروف، ما دامنا هنا نقدر نتعلموا أكثر وأكثر. صحت لي فرصة نقرا عند ان تري بون بروف، تعلمت من عنده بزاف. هناك وفي زاوية من هذا الرواق ينبعث صوت الكمان العذب، مصدره ورشة عم عبد القادر، هذا الموسيقي الذي يبعث في الكمان روحه بتعديل الجسد كما يسميه وضبط الأوتار لتنطق جمالا يلقن معانيه للوافدين الجدد على المعهد. دونك انا المهنة تاعي هي الفيولون وعائلتها، بصح كل الآلات الموسيقية الوترية نخدمها هنايا، نخدموها ونصلحوها، لأن المعهد العالي للموسيقى كل سنة يجونا طلبة، ولما يجوا يجوا بآلاتهم ناقصين، ولا هنايا نصلحوهم لهم، يعني يجوا عندي يعني نقولوا أنا في خدمة الطلبة تاعنا، حتى ولادنا اللي يقراوا في الكونسرفاتوار، ولادهم يجيبوهم عندي نبدل لهم الروح ولا الفرس ولا لي شوفي ولا الأوتار، ونفهمكم كيفاش يعملوا الآلة، كيفاش يصلحوها، كيفاش يقوموا بها، كيفاش باش ما تخطر الآلة، يعني ترافق الإنسان. المعهد الوطني العالي للموسيقى يمنح الطلبة بعد نهاية التكوين شهادة دراسات عليا حفاظاً وتطويراً للمجال الموسيقي في الثقافة الجزائرية بفناني النخبة. يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة الرأي العام أنه في إطار متابعة قضية انقطاع التيار الكهربائي بتاريخ 1 أكتوبر الجاري على مستوى مصلحة الإنعاش للمؤسسة العمومية الاستشفائية بالبويرة ووفاة المرحومة باء شين، وبعد استكمال التحريات الأولية التي أجرتها مصالح الضبطية القضائية المختصة، تم اليوم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية بالبويرة ومتابعة كل من باء حاء باء سين وميم ميم عين بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من أجل ارتكابهم جنح القتل الخطأ وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والتسبب بالإهمال الواضح في تلف أموال عمومية. وبعد سماع المتهمين من قبل قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المقتصد والمكلف بالصيانة رهن الحبس المؤقت. طبقا لأحكام القانون المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية وبناء على القرار الذي يحدد رزنبة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2023-2024، تعلم وزارة التربية الوطنية أن العطل المدرسية للسنة الدراسية الحالية حددت كما يلي: عطلة الخريف جميع المناطق من مساء يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري إلى يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 صباحا. عطلة الشتاء جميع المناطق من مساء يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 إلى يوم الأحد 7 جانفيي 2024 صباحا. عطلة الربيع جميع المناطق من مساء يوم الخميس 21 مارس 2024 إلى يوم الأحد 7 أفريل 2024 صباحا. عطلة الصيف جميع المناطق بالنسبة للأساتذة ابتداء من مساء يوم الخميس 4 جويلية 2024، وتبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتحدد كالتالي: المنطقتان الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 18 جويلية 2024 مساء، والمنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 11 جويلية 2024 مساء.
في الذاكرة التاريخية ومن الرعيل الأول الذي التحق بصفوف جيش التحرير الوطني، علي عمار المدعو علي لابوينت أحد أبطال معركة الجزائر التاريخية، استشهد ومن معه إثر تفجير مبنى بحي القصبة العريق من قبل المستثمر الفرنسي. شهادة حية ينقلها لنا محمد بلكحل. من الرعيل الأول الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني ضمن القواعد الخلفية للثورة المباركة، علي عمار المدعو علي لابوينت أحد صناع معركة الجزائر التاريخية التي ألقت الرعب لدى سلطات الاحتلال الفرنسي. راح العاصمة أتعرف على الفدائيين ومن ثم دار العملية اللي رانا نشوفوها في الفيلم. رانا شفناها في الفيلم، هذه هي واقعة، هذه صحيحة. ولاية عين الدفلة تحن إلى ابنها البار الشهيد علي لابوينت حين استحضرت في مليانة كفاحه المشرف. علي لابوينت كان كيفه كيف المجاهدين، ودائر مخابة في بلاكاسبا في باب الواد في القبة في كل أماكن الجزائر، دائر الأخر تاعو، وشهد الله ربي يرحمه والله يرحم شهدائنا الأبرار. علي لابوينت قضى شهيدا في 8 أكتوبر من عام 1957 رفقة حسيب بن بوعلي، محمد بوحميدي وعمار ياسف، يكتبهم التاريخ ولن تنساهم الأجيال ما بقي الوطن. جدد اليوم المشاركون في فعاليات أسبوع تضامني نقابي جزائري صحراوي بمشاركة وفود من الصحراء الغربية ودول أفريقية يمثلون نقابات عمالية وطلابية. جددوا دعوة المجتمع الدولي إلى دعم تنظيم استفتاء تقرير المصير في أقرب الأجل. التغطية لفوزياتج. سياسة عنصرية ينتهجها المحتل المغربي لكل عامل صحراوي في الأراضي المحتلة، انتهاك واضح وصارخ لقانون العمل والعمل النقابي الذي يصرح به ويكفله القانون الدولي للعامل. الأولوية الأولى هي دعم العمال الصحراويين لأن حقوقهم مهضومة بما فيها الابتعاد عن عائلاتهم، وهنا التضامن مضاعف، كما أن كل المنظمات النقابية شاهدة ومتضامنة مع عمال الصحراء الديمقراطية. نحن هنا للتأكيد على تضامننا مع الشعب الصحراوي في نضالهم من أجل تقرير المصير وعزم الفئة العمالية على مواصلة كفاحهم لنيل حقوقهم. العمال يتعرضون لكل أشكال القمع، الاعتقال والتعذيب ومصادرة الحقوق والانتقام من عائلتهم، وليس لهم الحق في ممارسة الحق في الاجتماع والتنظيم وتشكيل النقابات. صورة أخرى من معاناة الشعب الصحراوي تطال العامل وتبرز الاعتداء الواضح عليه دون مبرر قانوني، وهو ما يزيد العمال صمودا لمواصلة الكفاح لاسترجاع أرضهم. إذا بغينا نحافظوا على الوطن ونعطيه مثال صحيح لكل واحد اللي مهضوم في أرضه ومحقور في شعبه، لازم نحن نكون العقيدة تاعنا الانتماء والعقيدة تاعنا النضال. الشعب الصحراوي الذي هو صاحب حق، الذي هو صاحب حق تقره كل المواثيق الدولية وغيرها، هذا الشعب سينتصر لأنه صاحب حق ولأن الله هو الحق، ولكن أيضاً لأنه مزعوم من هذا الشعب ومن هذه الثورة ومن هذه البلاد التي تسمى الجزائر. الانتماء للوطن يجسده كفاح الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي الذي لم يعد يبالي بشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ويواصل اغتصابه للأرض واستغلال العامل وحرمانه من حقوقه. وفي اليوم العالمي للبريد نختم النشرة بالحديث عن مهنة تصارع من أجل البقاء في زمن التكنولوجيا المتسارعة، ساعي البريد الموظف الذي يواصل الطواف بين العناوين السكنية والأحياء ويسلم الرسائل بأمانة وعزيمة لن تثنها أحد التقنيات والوسائط. صوفيا المقنين. يتجول الطيب مشيا على الأقدام عبر المدينة، يعرفها بيتا بيتا وشارعا شارعا، ينادي على الناس بأسمائهم ويعرفه هؤلاء منذ مدة. أعرفها صافي 10 ولا بلوس 10
ملي نعرفه فاكتور يجيب لنا ملي كانت الموندا بكري وكاع كان يجيبها لنا. هذا انسان طيب نيشان، نتمنى له التوفيق والنجاح في هذه المهنه. ميم حتى في لا بريزونس كيجي عندك ويواجبك ويهضر معك كون كاع يجيب لك بروسي ترضى به وتضحك معاه ويذا عندنا ويتقهوى معنا. عندنا معرفه تاع اكثر من 20 سنه، زميل في العمل، انسان خدام ما شاء الله، منضبط، من بين احسن سعات البريد. رغم التطورات التكنولوجية في تقنيات التواصل إلى أن لساع البريد يوميا مهام يقوم بتأديتها. خلق هذا الهاتف النقال شوية تغيرت الحياة ونقصت الرسائل تاع الإنسان يبعثها للصديق تاعه ولا بصح درك راها شوية رانا نخدموا غير مع المؤسسات، المؤسسات والإدارات والبريد المسجل نتعاملوا معهم يوميا. مهنة ساعي البريد واحدة من المهن التي تهددها التكنولوجيا بالزوال والاختفاء في السنوات المقبلة. في انتظار ذلك يواصل الطيب سعيه اليومي في مشهد لم يختفي بعد من شوارع المدينة ولن يزول دون شك من ذكريات مواطنيها. إلى التذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجدد تضامن الجزائر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد أن السلام العادل لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني. ارتفاع عدد الشهداء إلى أزيد من 500 شهيد، والتلفزيون الجزائري يرصد آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة. فقصف الاحتلال الإسرائيلي برا جوا وبحرا يدل على مدى عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ونيته في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ومعركة طوفان الأقصى تتواصل في عمق الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الجمهورية يهنئ الرياضية النجمة كيليان مور إثر إحرازها المرتبة الثانية في بطولة العالم للجمباز ببلجيكا. ترحيل أزيد من 1300 عائلة إلى مساكن لائقة بالقطب الحضري الجديد بوادي تليلات بوهران. وبلدية تيمياوين الحدودية تستفيد من توسعة المدارس الابتدائية وتجهيزها الكامل من قبل تسليمها. وفي اليوم العالمي للبريد نقف في النشرة عند عملية إنتاج وإصدار البطاقة البريدية الذهبية، أزيد من 12 مليون متعامل ونموذج رائد في الخدمة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة. والسنة الجامعية الثقافية تفتتح على ضوء مكاسب هامة ترسي قواعد اقتصاد ثقافي متين. وتابعنا في النشرة المعهد الوطني العالي للموسيقى صقل للمواهب ومحافظة على الموروث الثقافي. ختم النشرة، شكرا على المتابعة، في أمان الله.